استاذ فادي، فادي ابراهيم ممثل اللي بنحبه كثير وبنقدره. شو فادي؟ فادي عسلمت. عندك ذكريات معه لفادي ابراهيم بالشغل؟ ايه فادي اشتغلت انا وياه شي سنتين تقريبا، كان بيي بال... فادي فظيع يعني. فادي اذا بده اذا بيقول لك صباح الخير بتفكره عم ببيعك شيء يعني. صباح الخير. حتى اذا وجعته معدته بتصير تقول يا ريت عم توجعني معدته، مثل قد ما بيعطيك اياها يعني. كل دائما في شكسبير، ايه عم توجعني معدتي. فمره مرة قاعد انا وياه على السات، قلت له شو بناكل الاكل هون على التصوير وكذا، قال لي لا هلا بنطلب برجر. قلت له برجر، برجر مثل برجر. فاجى لحد مني مشى شي 10 امتار، قال لي بدلك على محل they have one of the best burgers ever. It's called Spiel Mozzarella. المهم وصلت مجلدي بس من ورا حديثه لفادي صرت اكلها انه اطيب شيء اكله بحياتي من ورا فادي. فادي مع انطوان كرباج كمان عم سكتش عن الدراما، ما بتعرف في ال بي سي دراما، عملنا سكتش انه عن الدراما اللبنانيه، اخذنا الـ يعني سيمبول، اهم سيمبول للدراما بلبنان استاذ انطوان كرباج. صح. عملنا سكتش مع سكتش شوي يعني، سكتش انطوان مع فادي. بنتي هو مغروم ببنتي وانا ما بدي اياه. نقعتني بنتي هون من عبكرة الصبح بدها تعرفني على فوزي فرفحكلي، ابنه لحميد فرفحكلي، ومش عارفة انه كل عمرهم بهيت فرفحكلي يشتغلوا عنا بالارض يسقوا السرعين. وينك يا بنتي؟ فوت لقلك يا ابن الفرفحكلي. كيفك عمو؟ عمو بعينك ولا منك من جيلي. Your daughter is one of the best women I've seen in my entire life. وجسمها بيذكرني ب امبوريو سيراميكو. اش عم تشتري بلاط للمطبخ يا بنتي؟ يا بنتي بدك تحبي حبي، ما بدك تحبي لأي سبب عم بتوجعي لي قلبي هاي. بترا بنته لمين؟ بنتي أنا دعيك جميل برضعة. برضعة بتعرف معي ضايعة برضعة؟ من بزيزة.